معكم أفنان. وصفة اليوم هي ساندويش الياغورت والخضار أو الزبادي والخضار. وصفة كتير سهلة وكتير صحية كمان مفيدة، كنت تستخدموها كوجبة إفطار أو وجبة عشاء. إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم، وبتمنى لكم فرجة ممتعة وتابعوا معي. لتحضير الساندويشات هنحتاج خبز توست، استخدمت التوست الأسمر، ممكن تستخدم التوست الأبيض. هنحتاج لزبادي، ذرة، طماطم، وفليفلة، وملح وفلفل حسب الرغبة. في كسرول هنضيف المكونات. أول شي هنضيف الزبادي، هنضيف له الطماطم والفليفلة والذرة. طبعا أنا ما حددت قديش الكمية، انتوا على حسب ما عدد الافراد اللي عندكم وحسب السندوتشات اللي هتعملوها بتضيفوا بتزودوا او بتقللوا. انا الكمية اللي عملتها عملت سندوتشين بس. هنضيف كمان الملح والفلفل الاسود وهنقلبهم مع بعض. طبعا اذا بتحبوها تكون سبايسي ممكن تحطوا رشة شطة بودرة، ما هذا اختياري يعني. اوكي، هيك هيكون عنا خلطة الحشوة جاهزة. هنجيب خبز التوست، هنضيف الحشوة، هنوزعها بشكل منيح، بعدين هنسكر الساندويشة ونشوف خطوتنا التالية. هنجيب مقلاية وهنحط عليها الساندويشة، طبعا على حرارة متوسطة عشان ما تنحرق، او هادية، فضل تكون هادية عشان ما تنحرق معنا، بس احنا بدنا اياها تتحمص تحميص. ممكن تستخدموا الشواية او ممكن تستخدموا التوستر، بس مجرد بدنا اياه يكون محمص تحميص. لما تتحمص من تحت هنقلبها للناحية التانية وبس، هيك بيكون عندنا سندويشة جاهزة. قدموها مع حليب وبالعافية عليكم. بتمنى تكون عجبتكم هاي الوصفة، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بشكر متابعتكم إلي، أشوفكم الفيديو الجاي مع وصفة جديدة. سلام.